تختلف مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان على حسب ما نتبعه من عادات غذائية تؤثر بشكل كامل على ما يحدث داخل أجسامنا. ولنحكي أكثر عن أهم مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان وكيف ممكن علاجها. بسعدنا نرحب أكيد بالدكتور أحمد عباس اختصاصي هضمية. رمضان كريم دكتور. رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم والإخوة المواطنين، كل عام وهنين بخير. نتمنى يكون هالشهر يحافظوا فيه على صحتهم ويستثمروا هالشهر الفضيل بالعادات الصحية والغذائية الجيدة. إن شاء الله يا رب. مثل ما ذكرت دكتور، يعني دائما نحن خلال شهر رمضان هذا الشهر الكريم نعتبر أنه هذا الشهر هو مرحلة لتنظيف الجسم من خلال الساعات الطويلة اللي ممكن الصائم يمر فيها بدون طعام وبدون حتى سوائل، لكن في مشاكل أيضا، في سلبيات بتصير بعد الفطور. في أشخاص كتير ممكن تتقل بالفطور، بصير عندها عسر هضم، هي بالأساس تكون عندها مثلا مشاكل صغيرة بالمعدة. ولكن خلينا نحكي كيف فينا مثلا إذا في مشكلة صغيرة نحن بخلال هذا الشهر الفضيل وبعد الفطور، كيف هيك فينا نتجاوزها؟ هلا مثل ما تفضلتي، هو الفترة الطويلة من الامتناع عن الطعام هي فرصة لتنظيف الجسم من الفضلات صحيح. والسموم اللي موجودة ضمنه، ولكن بنفس الوقت إذا ما اتبعنا عند الإفطار العادات الصحية والغذائية الجيدة ممكن تكون تؤدي وظيفة معاكسة. يعني أنا الأمعاء صار لفترة طويلة مرتاحة ما داخل أي شيء، فأنا ما فيني مباشرة بلش دغري بإدخال كميات كبيرة من الأكل. ونحن مثل ما بنعرف المائدة السورية غنية ودسمة، وبرمضان الكل بيحاول يكون الأكل متنوع كتير ودسم كتير بنفس الوقت، وهذا شيء مو كتير صحي صراحة. صحيح. فلهيك بهالشهر المبارك تكتر عنا المشاكل المسمية الوظيفية، الاضطرابات الهضمية الوظيفية، على رأسها عسر الهضم، تشنج الكولون أو الكولون العصبي اللي متعارف عليه عاميا. فنحن كتير فلهيك بننصحهم للأخوة الصائمين عند الإفطار، ببداية الإفطار كاسة مي صغيرة، نبلش بصحن سلطة أو كام تمرة إن أمكن، نبتعد. يعني هلأ حلو نحن عنا كتير كمان هاي الشائعة السوس مثلا، أمر الدين والتمر الهندي، هدلون كتير موجودين. أوكي إذا أخذنا منهم ناخد كمية صغيرة بالبداية، نبلش مثل ما قلنا سلطات، صحن شوربة خفيف، وناكل وجبة خفيفة ونعمل ستوب. أنا هيك بقوله للمرضى، للأخوة اللي بيراجعونا، نستنى ساعتين ثلاثة. وأنا بنصحهم سابقا هلأ بهالظروف هاي شوي صلاة التراويح، ممكن أنا كنت أقول لهم أخي روح صلي التراويح وبترجع بعد صلاة التراويح بتسوي الوجبة الأساسية، بيكون أنت بهالعملية اللي سويناها عند الإفطار أنا حرضت أو هيأت الأمعاء أنه تستقبل كميات كبيرة ودسمة من الأكل. دكتور، هي الستوب اللي حكيت عنها من شويه، يعني الاكلات اللذيذه الناس ما عم تقدر تسويها، لهيك عم توجد المشاكل الهضميه. رح نبلش بالمشاكل الهضميه من عسر الهضم، خلينا نعرف تعريفه وما اسبابه. تمام، عسر الهضم هو اشيع مشكله بنشوفها برمضان صراحه، وهو مثل ما قلنا بالبدايه اضطراب وظيفي، يعني الامعاء ما فيها شيء وانما وظيفتها اضطربت. السبب الرئيسي لعسر الهضم هو أخذ أكلات كمية كبيرة والدسم الزيادة، هذا أهم سبب. إدخال الأكل بشكل سريع بيأكله بدون مضغ، بدون هدوء، بدون أحيانا تنوع. يعني بلش مثلا دغري بلش بالأكلات الدسمة وأكل لانتفخ، لهيك نحن هذا شيء مو صحي، شيء مو جيد. المعدة هي مستودع، هي خزان، وهالخزان كان مرتاح 12 ساعة 14 ساعة تقريبا. هلأ بهالفترات بالفترات الثانية أحيانا كان يوصل ل 16 ساعة، فأنا ما بيسوى أرجع أنا مباشرة أنفخها، ما عاد تلحق تصرف. هي المعدة تستقبل الأكل فترة 3-4 ساعات وبتصرفهم تدريجيا خلال الأمعاء. أنا مثل
بالون كان هاي ونفخته فجأة لطأ. هذا هيك تقريبا عسر الهضم اللي بيصير. هي بتلاقي الصائم شعر بطني انتفخ، حس ضيقة نفس، شوية أحيانا لعية نفس، غثيان، حموضة وحرقة، بحس إنه الأكل صار عم يرجع على الأكل. هذا ناجم عن إدخال كميات كبيرة من الأكل، خصوصا الأكل الدسم. صحيح. بوقت كتير ضيق. والإكثار من السوائل أثناء أنا كمان بنبهن على أنه أنا لازم ساوي إكثار من السوائل، خصوصا بفترات الشوب والصيام الفترات الطويلة، بس مو أثناء الأكل. أنا بكثر سوائل بين الإفطار وبين السحور، وزع هالسوائل على خلال فترة طويلة بحيث أنه أنا تكون أمعائي عم تشتغل بشكل جيد. صحيح. يمكن الأعراض اللي حكيت عنها وقت يقول الشخص أنا صار معي تخمة كان من الكميات الكبيرة مثلا واللي بسرعة أكلها على قبل الفطور. ولكن أيضا دكتور عم نشوف الموائد مثل ما بنعرف الرمضانية هي متعددة ومتنوعة، وأحيانا بيكون موجود أكثر من صنف طبخ. يعني مثلا ممكن يكون في رز مع الرز، ممكن يكون في لحوم، برغل، بقوليات. يعني كمان هدول التنوع بالطبخات قديش مثلا ممكن نحن نحدد نوع او لا فينا ناكل من النوعين ولكن بكميات خفيفه؟ يعني مثلا مو ناكل صحن رز فورا وراء صحن البرغل. تمام. هو انا مثل بالبدايه قلنا التنوع بالعكس شيء صحي، شيء صحي ولكن كميات ظريف. ولكن تمام، انا ما ادخل كميات كبيره من كل كل شيء اكل موجوده على المائده على السفره، خصوصا نحن العادات مثلا بيبلش بفول تسقية مسبحة دغري، هي كلها أكلات تساعد على النفخة. بنرجع بعدها على الوجبة الرئيسية بنرجع بناكلها بنفس الوقت. طب أوكي، مثل ما قلنا الأنبوب الهضمي له قدرة على استيعابه وعلى التصريف. يعني أنا لما بدي أدخل مواد طعامية والأمعاء لسه، حتى العصارة الهضمية، حتى المفرزات الثانية البنكرياس والمرارة، هي بتكون مرتاحة طول الوقت. فلما بدها تشتغل فجأة وبشكل هاي ممكن حتى تسوي لي مشاكل إضافية. ممكن مثل ما تفضلت بالبداية ممكن يصير تناوب إسهال وإمساك، حتى ممكن إقياءات مراجعة، يعني بل يصير المريض يستفرغ الأكل اللي أكله. تمام. دكتور خلينا ننتقل لمشكله ثانيه هضميه هي القولون العصبي، خلينا نتعرف عليه اكثر. ويا ترى كيف عم هي المشكله عم نشوفها كمان بشهر رمضان الكريم عم تكون بازدياده عند الصائمين؟ خلينا نحكي شو هو القولون العصبي وشو اسبابه. تمام. المشكله الثانيه الاشياء هي ابن عمه لعسره الهضم هو القولون العصبي. هن اثنيناتهم اضطرابات، نرجع نكرر، وظيفيه. يعني الانبوب الهضمي بشكل عام سليم بس وظيفته اضطربت. اهم سبب للقولون العصبي ثلاث شغلات صراحه انا بقول لهم اياها للمرضى، بنسميها ستريسفول لايف، الشده النفسيه، الحياه اللي منعيشها حاليا والضغوطات النفسية وزادتها بل الكورونا هالأيام. فالتوتر النفسي أهم سبب. السبب الثاني نوعية الأكل، إدخال الأكل. السبب الثالث مثل ما حكينا بالبداية عدم مراعاة العادات الصحية، بأنه أنا خلي أمعائي ترجع تستعيد وظيفتها تدريجيا وبعدين دخل الأكلات. هاد لون، وبيجي بعدين البرد. هلا الظروف معنا، البرد من الاسباب الشائعه لتحريض هجمات التهيج بالامعاء او القولون العصبي. نعم. في علاج دكتور للقولون العصبي ولا في مثلا خلينا نقول اجراءات نحن ممكن نتخذها للوقايه من القولون العصبي؟ لانه مثل ما بنعرف العلاج بيكون على مدى طويل، يعني خلينا نحكي. تمام. هلا علاج بمعنى انه انا اخذ حبه دواء طيب على الاخير للاسف ما في. هلا تدبير علاج القولون العصبي هو نسميه تدبير، يعني ثلاث شغلات، جزء على المريض، جزء على الطبيب هو الادويه، والجزء الاكبر تمام هو الحميه. كمان الشغل الثالث هو الحميه. هلا انا بنصحهم لمرضاي قدر الامكان مثل ما قلنا بالبدايه حاول تكون ريلاكس، ما كثير تعصب، ما كثير تنفعل، تحاول تكون هادي
قدر الامكان نرجع نقول، لانه هالنمط الحياه اللي عايشينه هلا كله شده، كله توتر، كله انفعال، فبنصحهم يخففوا توتر، يغيروا نمط حياتهم اذا كان حياتهم نسميها سيدنت، انه مرتاح ما بيتحرك، ما في نشاط، ما في مثلا سياره وهي، لا يحاول يشتغل شغلات عضليه، نبلش بالجاردن يعني الحديقه، اذا في شيء حواليه الحديقه يشتغل فيها، يعني المشي، الرياضات الخفيفه، ممكن نوصل للرياضات، ممارسه الرياضه، نعم، الجري والسباحه، القصص هي، والحميه، الامتناع عن بعض الاكلات. بيجي دورنا نحن هو نوصف بعض الادويه اللي تساعد المريض على انه يتجاوز الهجمه باقل الاضرار. نعم دكتور، كمان لما نحكي عن المشاكل الهضميه بنذكر دور الماء، في اشخاص عندهم عادات معينه على وقت الاكل، انينه المي البارده دائما بتكون متواجده، لقمه مع شربه مي، برايك قديش هي العاده ممكن تكون او بتسبب احد المشاكل الهضميه الشائعه؟ طبعا هي من ضمن المشاكل، من ضمن الاسباب للمشاكل الهضميه، مثل ما قلنا بالبدايه انه نحن الاكثار من السوائل اثناء الطعام لا ينصح ابدا. لا اي متى هي العاده الصحيحه شرب الماء، قبل ولا بعد؟ هلا بالبدايه نشرب كميه بسيطه، نرجع نستنى ساعة للساعة ونص تقريبا بعد الوجبة، وساعتها نبلش بإدخال السوائل، هون ما عاد في تحديد للكميات، بس أنا لما باخذ مثلا لتر ونص أثناء الإفطار أكيد بده يصير عندي بس الفترة الزمنية بعد الإفطار ساعة ونص لنرجع نشرب مي؟ إيه لنرجع ناخذ كميات كبيرة من السوائل، ممكن أنا أضل على الكميات البسيطة فيني أدخلها قد ما بدي خلال انه اشرب شفه شفتين كميه صغيره ما في مشكله، بس نحن للاسف بيجي بيمسك الابريق كله وبيشربه دفعه واحده. عطشان؟ عطشان، لا عطشان، العطش بيكون موجود، بس هو ما لازم يعني قد ما شربت، العطش ارتكاز دماغي منعكس مركزي، قد ما شربت ما راح مباشره ارتوى، فلهيك بعدين في يعني بالخضار بالسلطات في سوائل، بالشوربات في سوائل، حتى مثلا ببعض المآكل الغنية بتكون سفرتنا بتكون كلها سوائل، فمو الماء فقط هو اللي رح يطفي العطش. ما بنعرف السوائل الزايده بتطرح من الجسم، يعني ما في داعي نحن ناخذ اكثر من حاجه الجسم، ودائما بدنا نقول مثل ما بتنصحوا دكتور انه حسب وزن الجسم كمان ممكن كميه السوائل بما يتوازن مع الجسم. دكتور خلينا ننتقل نرجع للكولون العصبي، حضرتك حكيت انه لازم نكون ريلاكس، ظروف الحياه احيانا بتمنع ولكن قدر الامكان، خلينا نحكي عن الاكلات يلي ممكن نتجنبها نحن اذا كان في حال وجود كولون عصبي او قابليه للكولون العصبي. تمام، الحميه على راس الاكلات هي بنسميها سبايسي فود، الاكلات اللي فيها بهارات كثير، حد بهارات، مخللات، ثوم وبصل نيين، هذول كلهم بيزيدوا لي الحبوب. تمام، البقوليات بشكل عام كلها ممكن تزيد، المعجنات خصوصا المعجنات غير الناضجه، صفيحه، الفطاير لازم تكون مأمره، بقول له المرضى تمام. لا جايك لسه في البامه والملوخيه كمان ممكن تحرض لي، بعض الفواكه مثلا هلا ما صار موسمها بس قريبا المشمش، البطيخ الاحمر، هذول ممكن يزيدوا لي هجمات التشنج. بنصحهم يكثروا من السوائل الدافئه، زهورات، مليسه، بابونج، هالقصص هي، يكثروا من الخضار والفواكه العاليه، تكون حميه عاليه الالياف بنقول للمرضى، تكون قليله الدسم شوي قدر الامكان. ما هو نرجع نقول شهر رمضان فرصه لازم الواحد يستثمرها لا يحافظ على صحته، مو لا يضر، يعني بيجينا برمضان مرضى السكري مثلا اللي صايمين سكره ما عاد ينضبط برمضان، اللي عنده اضطراب شحوم شحومه ما عاد، بالعكس يفترض رمضان هو فرصه انا لاضبط الشحوم، اضبط السكر تبعي بشكل جيد، ما هي تكون ضرر.
دكتور، خلال شهر رمضان الكريم الشهية مفتوحة على الطعام، خلينا ناخذ من حضرتك اليوم نصائح اليوم لنواجه مختلف المشاكل الهضمية اللي ذكرناها خلال الحلقة. هلا النصيحة الأساسية مثل ما قلنا بالأول إنه نحن ما نهجم على الأكل دفعة واحدة، نكون بالبداية ناكل وجبة خفيفة عند الإفطار، بعدين بعد ساعتين أو ثلاث ساعات تكون الوجبة الرئيسية. نعم. نحاول نمارس الرياضة على الأقل المشي، وخصوصا نرجع نقول بفترة بعد التراويح يمشي على الأقل نص ساعة يوميا أو ساعة ثلاث مرات بالأسبوع. نخفف من الأكلات الدسمة زيادة، الأكلات اللي ممكن تسبب لنا مشاكل صحية، هاي أهم النصائح. نعم، يعني دكتور حكيت نقاط كثير مهمة وباختصار، ولكن في نقطة كثير مهمة يمكن هي خلينا نقول مرض العصر اللي هو تشنج المعدة، غير القولون العصبي بنلاقي دائما هيك معدتنا كامشة، وفي كثير أشخاص من كثر ما عندهم هذا التشنج أحيانا بيكونوا جوعانين بدهم ياكلوا، ولكن من خلال أول صحن أو أول لقمتين بيوقفوا عن الأكل. يعني قديش كمان مهم إنه لهيك أشخاص ياخذوا شيء معين قبل ما يبلشوا وجبة الطعام. ما هو هذا الوصف المريض لما ذكرناه بالبداية هو التخمة، متلازمة التخمة، غير التخمة هو اللي عنده مشاكل معدة، عم بيعاني من مشاكل يعني تشنج بالمعدة غير بشهر رمضان بشكل عام. بشكل عام طبعا هي تشنج المعدة هو وجه من أوجه متلازمة التخمة. تمام. فأنا هدلهم تقريبا نفس النصائح، ناكل بهدوء، نهدي نوعية الأكل تكون تماما خفيفة، وهدلون عادة بنصحهم أنا كل وجبات قليلة الكمية كثيرة العدد، يعني على الأقل خمس وجبات يوميا تكون. طبعا في بعض الأدوية اللي ممكن تساعد المريض أنه يخفف التشنج هذا، بس نحن عم نحكي هلا صحيا للمرضى، هاي هذا بقى تمام مسؤولية الطبيب بقى بهيك حالات يكتب بعض الأدوية اللي تساعد المريض أنه يخفف من هالأعراض اللي موجودة. تمام دكتور، يعني معلومات كثير ونصائح أخذناها من حضرتك، أكثر معلومة ركزت عليها هو نعمل سيطرة على كميات الأكل يلي عم ناكله وننتبه لحالنا شو عم ناكل. بدنا نشكرك كثير الدكتور أحمد عباس اختصاصي هضمية. يا هلا، الشكر لكم، نتمنى صيام مفيد لكل المرضى، لكل الناس والأخوة الصائمين. شكرا لك، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، ومثل ما ذكرنا نتمنى الصحة والسلامة لجميع الصائمين وحتى مثل ما ذكرت المرضى.